السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذا مسامي كناري تكي. اليوم شاهدنا فيديو اللي هو تشكيلة نهائي دور الأبطال. صراحة يعني أنا مرة متحمس على النهائي، ما أدري إيش بيصير، كل احتمالات متوقعة، كل شيء ممكن يصير بكرة، شيء مرة حماس. طبعا شباب اخترت اللعيبة بناء على مستواهم في الحقيقة ورأيي الشخصي، فندخل على الجيميال ونجرب التشكيلة معاكم. أوكي شباب، هذا هو الخصم اللي راح نلعب ضده، تشكيلته إنجليزية وعنده هث الأزرق. للأمانة تشكيلة جدا حلوة وجيدة، ندخل على الجيم وإن شاء الله نفوز. صح عليك أنطوان غريزمان، هدف هدف هدف، الله عليك. من هو ذا كوكي؟ يا سلام عليك، من الدقيقة 6. صح عليك يا كوكي، والله غريزمان يا عيال خطير، وكوكي برضو والله إنهاء مرة بطل. يا عيال اللي ضدي يعرف قناتي، تحية لك يا شيخ. والله شيء جميل يا عيال لما أدخل وأشوف واحد يعرف لي. يا حبيبي دون دون، يا الله كيف ضيعها الدون. يا حبيبي والله في العارضة، اوف اوف، استر يا ستار، روح روح بيل، هرب بيل، شد، الله عليك يا بيل. صدق اللي ما اسوي ولا مهارة. صح يا بيل، بيل هرب، الله والله حرام لو نهاها، شيء مو طبيعي، مرتدة خطيرة. اوكي سجل علي هدف. اوكي يا رباه، صح يا شيخ، الله الله يا غريزمان، والله خطير ذا اللاعب يا ناس، في الالتيميت في الحقيقة شيء مو طبيعي، الله عليك يا غريزمان. صح يا كبير، الله يسلك يا حبيبي، والله معليش هذا هدف يا عيال، ما ادري كيف دخل، والله سلك يا، شوفوا كيف يا حبيبي صقعت في ذا وذا وبدري كيف شات. المهم هدف. كوكي جابي جابي كوكي، الله الله الله، ربايس الله يا روقان، فلسف 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 فلسف، مودريتش لوكا، الله عليك يا لوكا يا مودريتش، روح انطلق يا غريزمان، غريزمان اطلع كوكي، جرب، لا 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 لا، الله عليك يا كوكي. صح عليك يا نفاز، كبير يا شيخ. اوكي يا عيال انتهت المباراة وفزنا بنتيجة 3-1، شكرا اللي ضدي يعطيك الف عافية، مشكور ما قصرت، مباراة جدا حلوة. رجل المباراة كوكي بتقييم 8.6، وبرضه غريزمان نفس التقييم، لكن اعطوا كوكي لانه سجل هدفين وما صنع، لكن سجل هدفين. صح عليك يا كوكي. اوكي شباب، هذا هو الخصم الثاني اللي راح نلعب ضده، تشكيلته ما ادري، تشكيلة لحسة مخ، ما ادري. ندخل على الجيم يا صح يا رونالدو، الله عليك كبير يا الدون، الله عليك يا، لو كملت يا الدون، حلو. غريزمان، جارث بيل، بيل هرب، بيل شد، الله عليك يا بيل كبير، يا سلام يا سلام عليك يا بيل، هدف اول من الدقيقة 10. صح عليك يا كبير، والله يا حبيبي بيل سريع سريع مرة. انطوان غريزمان هدف، يا حبيبي ذا غريزمان ما يضيع، داخل منطقة الجزاء ما يضيع. صح يا الدون، يا ولد يا ولد غريزمان. اوكي الحمد لله ما تفلسفت، اللهم لك الحمد يا شيخ. اخيرا يا عيال ترى صايرة شيء، صاير معجزة يا عيال، ادم لحالة انفراد ما يتفلسف، واو 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 واو، OMG. اوه يا حبيبي الدون، وش ذا يا عيال، والله خلاه يتقلب يا حبيبي، يعني وش سالفة السحاب يا اخوي، كمل المباراة. اوه غريزمان ومودريتش 10/10، تقييم 10 يا حبيبي. اوكي شباب، هذا هو الخصم الثالث والاخير اللي راح نلعب ضده، تشكيلته إيطالية جدا ممتازة، صراحة تشكيلة بطلة يا عيال، ندخل على الجيم. صح يا بيل، الله يا بيل شوت، الله عليك، شفتوا كيف يا عيال لف
وتقدم وسددها تسديدة أليمة. شوف كيف شوف الله على اللفة وسرعة وتسديدة رائعة بدري روعة خرافي يا بيت. قلت يا عال بشوت بقوة، عرفت اللي طلعت مربع عشان اقطعها. صح عليك يا بيل، الله عليك يا اخي. جريزمان ده مجنون. كمل يا بيل، كمل يا اوه والله بيل يا عيال مرة مبد. صح كبير، صح بيل. بيل ما تضيع يا حبيبي عليك يا بيل. هاتريك هاتريك يا الله، اي جنون يا بيل. ينسحب الخصم الثاني يا حبيبي. تصريف كوكي عال 10 من 10. واو يا كوكي، بصراحة جاب التشكيلة مرة حلوة، انصحكم تجربوها. يعني دفاعيا ممتازة، في الوسط في الهجوم شيء مرة بطل. اوكي شباب، بما ان نهائي دور الابطال بكرة، فقلت ليش ما اسوي مسابقة بسيطة. راح تصور يا شباب في الانستغرام عن نهائي دور الابطال، وبيكم يا شباب تتوقعون النتيجة، واللي يتوقع يا شباب النتيجة صح راح اعطيكم 100 كوينز بسيطة. معلش يا عيال يمكن كمية الكوينز ما تكون كثيرة، يعني مطفر يا يلا معلش يا معلش. برضو يعطيكم الف عافيه يا شباب على الدعم، ما اندم ابدا اني انزل لكم مقاطع كل يوم، لما اشوف حماسكم من جد انبسط. يعطيكم الف عافيه. سعاده يا عيال، سعاده والله زمان ما اقولها، والله انكم سعاده يا عيال. فبس هذا الكلام اليوم يا شباب، اتمنى انبسطتوا في الوقت واستمتعتوا فيه. كان معكم اخوكم ادم، اوزع بكلاريتكيو، مع السلامه.